بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي An Automation Block Building، أو ممن يتكون الـ Automation System. الـ Automation System يتكون من الـ Component أو 4 مكونات رئيسية، اللي هي السنسر، وعندنا الأناليزر، وعندنا الاكتويتر، وعندنا الدرايفر. هاي 4 مكونات رئيسية يتكون من عندها الاوتوميشن سيستم. هذا نجي للجزء الاول اللي هو السنسر. السنسر هو اللينك او الواصل او الوصلة بين الاوتوميشن سيستم والكونفنشنال بروسيس. عندنا عدة أنواع من السنسرات. أولا مانيوال سويتشز، إنه المفاتيح العادية اللي نقدر نستخدمها كسنسر. ثانيا عندنا البروكسيميتي سويتشز. البروكسيميتي سويتشز لها نوعين، إما تكون عن طريق فيزيكال كونتاكت أو لايت راديشن، على مود ايش؟ على مود تتحسس هذا الاوبجكت. طبعا اللي تحتاج كونتاكت احيانا نسميه البروكسيميتي سويتشز. او النوع الثالث عندنا الفوتو الكتريك سنسرز. هاي الفوتو الكتريك سنسرز تستخدم اللايت راديشن، الاشعاع الضوئي، على مود تتحسس وجود القطعة أو عدم وجودها. النوع الأول Proximity Switches، أنه يستخدم فوتو سيل على مود يتحسس وجود القطعة عن طريق انبعاث الإشعاع من هذه القطعة. بينما النوع الثاني اللي هو يستخدم اللايت اميتد من خلال سورس معين ويستلمه من خلال مستقبل معين، هذا ايضا يستخدم لايجاد وجود او عدم وجود القطعه بهذه البروسيس او على الباث الخاص بهذا البيم. عندنا النوع الرابع اللي هو الانفراريد سنسرز. الانفراريد سنسر اللي هي تتكون من اللايت، طبعا الكترو ماجنتيك راديشن، اشعاع كهرو مغناطيسي على الفيزيبل رينج اللي هو الجزء المرئي من الطيف الترددي، بحيث أن هذا الأشعة تقع بالجزء الأسفل لنهاية الطيف الأحمر. لذلك أنه هذا النوع عادة يستخدم كارتفيشال بيم لإيجاد أو لتحسس وجود أو غياب هذا الأوبجكت من خلال البروسيس الموجودة عندنا. النوع الخامس من السنسر اللي هو الفايبر اوبتيكال. الفايبر اوبتيكال هو عن طريق اللايت تيوب او الفايبر اوبتيك لايت تيوب، بحيث انه الاشعاع الضوئي الصادر راح ينعكس داخل هذا اليوتيوب وينقل إلى أجزاء أخرى من البروسيس. طبعا الفايبر أوبتيكس هي عملية كفوة بنقل المعلومات، وتستخدم عادة بشركات الاتصالات خاصة التليفون، اللي هي نقل الإشارة الكهربائية
إلى إشارات عبر الفايبر أوبتكس. النوع اللي بعده اللي هو عندنا الليزر، اللي يستخدم الليزر بيم، والليزر يوفر لنا مديات نقول أو رينج أكبر من بقية السنسرات، لأن اللايت بيم مالته مدى أكثر، بالإضافة إلى أنه الدقة لهذا النوع هي جدا عالية، لذلك ممكن أن يتحسس الأجزاء الصغيرة الموجودة بالبروسيس، بحيث أنه هذه الأجزاء ممكن أنه تقطع هذا البيم بمسافات حتى وإن كانت بعيدة نوعا ما. مثل ما قلنا البوزيشن تخلي الليزر أداة جيدة للاستخدام بالأوتوميشن سيستم، وأيضا ممكن أنه نستخدمها بالدايمنشنال ميجرمنت أو قياس الأحجام وقياس الأبعاد للقطع المستخدمة بهذه البروسيس. نشوف هذا الشكل اللي يوفر لنا طريقة أو استخدام اللايت راديشن. تلاحظون هذا النوع عندنا لايت سورس، هذا الانيوز لايت، وهذا السورس اللي نستفاد منه أو اللايت اللي نستفاد منه، وعندنا هنا لينز عدسات، والعدسات راح تركز هذا الضوء برينج معين، فاليوزابل رينج راح يكون هذا بين هاي النقطة وهاي النقطة، وهذا هو البعد البؤري لهذه اللينز، بحيث انه اذا الاوبجكت يجي بهذا الجزء راح يتحسسه، واذا كان خارجه راح ما يتحسسه. الجزء الثاني من الاوتوميشن سيستم هو الاناليزر المحلل، اللي طبعا الانفورميشن اللي تحسسناها بواسطة السنسر لازم تتعامل وتحلل ويتخذ القرار بيها شو نسوي، او الاكشن اللي راح نسويه من خلال تحسس معلومات من السنسر المعين. هذا هو الاناليزر. الاناليزر عندنا عدة أنواع، مثلا عندنا الكمبيوتر، الديجيتال كمبيوتر طبعا هي لها مدى واسع من الاستخدام وإمكانيات جدا عالية، بحيث بإمكاننا أن نبرمجها لمعالجة البيانات، وهذه البرمجة راح تكون بدون حدود و ذات إمكانيات كبيرة جدا، لذلك استخدام الكمبيوترز للمعالجة كأناليزر يكون واسع الاستخدام بأغلب التطبيقات الأوتوميشن سيستم. النوع الثاني من الأناليزر هو الكاونتر. الكاونتر هو يعد عدد القطع اللي مرت من خلال باث معين، فإذا مر مثلا عدد معين من خلال باث، هذا الكاونتر راح يعطي مثلا إشارة إلى جزء آخر من الأوتوميشن سيستم، ويتخذ بها قرار أنه يوقف عملية أو يشغل عملية. فأيضا الكاونتر نقدر نعتبره كجزء ثاني من الأناليزر. عندنا الكاونتر على نوعين، إما ميكانيكال أو سوليد ستيت إلكترونيك كاونتر. النوع الثالث من الأناليزر اللي هو التايمر.
إذا عرفنا إحنا البي سيكلوك توفر لنا بالسز معينة، فإذا حسبنا هذا البالسز من الكاونتر راح يكون عندنا تايمر اللي هي عادة الكلوك. فالتايمر يعتبر جزء من الأناليزر، فإذا مر وقت معين على وجود القطعة ممكن أن يتخذ بها إجراء ويولد output signal إلى جزء آخر من الـ automation system. النوع اللي بعده من الأناليزر هو الباركود ريدر، إذا تلاحظون الآن بالأسواق أو المتاجر أو المجمعات التجارية يستخدمون الباركود للقطعة، بس يخلي القطعة أو الباركود أمام جهاز التحسس للقطعة، راح يتحسس شنو هاي القطعة ونوعها وينطي إشارة إلى السيستم أنه هاي القطعة موجودة بنوع كذا. طبعا هنا إما يستخدم الفوتو إلكتريك العادي أو الليزر سكانر، غالبا هم يستخدمون يعني الفوتو إلكتريك وأيضا الليزر مع أيضا تايمر وكاونتر. النوع الآخر من الأناليزر اللي هو الأوبتيكال إنكودر. الأوبتيكال إنكودر هو يعني خلينا نقول جهاز كهربائي ممكن أن يتحسس لنا إما عدد القطع المارة به، أو يمكن أن يحسب زاوية معينة، زاوية حركة، مسافة حركة، هاي كلها ممكن أنه يتحسسها الأوبتيكال إنكودر. طبعا منين يتكون؟ يتكون من ديسك، هذا الديسك مربوط إلى شافت معين، وعندنا أوبتيكال سنسرز مربوطة لكل رينج. طبعا أيضا هذا الديسك يتكون من عدد من الرينجز الموجودة عليه، والفوتو سنسر هي تتحسس هذا أو تتحسس الضوء على هذه الرينجز كل ما مر أو انقطع الضوء أو مر الضوء على هذه الرينجز. إذا تلاحظون هنا بالرسم هذا هو الديسك، هاي هي الرينجز الموجودة على هذا الديسك. فكل ما مر الشافت أو افتر الشافت راح تفتر هذه الرينجز والضوء يتغير على هذه الدوائر، إن إلها قانون معين يحكمها اللي هو اي يساوي summation، اي يساوي صفر للان ام اي اي اي. الاي شنية؟ هي الانجولار فاليو اوف رينج اوف رينج اي، يعني الزاوية، قيمة الزاوية لهذا الرينج الموجودة على الديسك. الام اي يساوي صفر اذا رينج از وايد، راح تساوي صفر اذا كان هذا رينج ابيض، والام اي يساوي واحد اذا رينج از دارك، راح تساوي واحد اذا كان هذا رينج اسود او معتم. الان هي التوتال نمبر اوف رينجز، العدد الكلي لهذه الدوائر. طبعا عندنا نوع من الأسئلة على هذا النوع اللي هو الـ Optical Encoder، فنشوف مثال.
Example, an absolute optical encoder disk has 8 rings and 8 light, 8 LED sensor, and turn to provide 8-bit output. إلى 4 دوائر في الديسك مالته ويوفر output بثمانية ديجيت، هو بثمانية 8 دوائر ويوفر 8 ديجيت. ليش؟ لأن كل دائرة توفر ديجيت واحد. Suppose the output pattern is 1 0 0 1 0 1 1 0، يقول الأوتبوت عندنا طلع بهذا الشكل. شنو؟ What is the angular position of the shaft؟ ما هي الزاوية الدورانية أو موقع الزاوية لهذا الشافت؟ بما أنه هذا الرينج أو هذا الديسك متكون من 8 دوائر، فهذا عندنا نكتب الحل. أولاً encoder ring inner 1 2 3 4 5 6 7 8، هذه الدوائر الموجودة بهذا الرينج. الانجولار فاليو دائما الرينج 1 هو 108، الثاني نص الاول 90، الثالث نص الثاني 45، وهكذا، الرابع 22.5، الخامس 11.25، السادس 5625، السابع 2.8125، الثامن 1.4625. هنا عندنا الـ Observed Pattern، هو الـ Output اللي طلع عندنا اللي هو هذا. شوفوا هذا أمامكم اللي هو هذا 1 0 1 0 1 1 حتى حسب ما طلعنا إياه بالسؤال. راح أرتب هذا الـ Output على هذا الـ Rings، راح تكون 1 0 0 1 0 1 1 0. إذا كان الباترن لرنج معين 1، راح ننزل الزاوية مالته، وإذا كان 0، راح ننزل 0. أوكي، فهنا أول 1 1 تنزل 180، هاي القيمة المحسوبة. هنا 0 نخلي 0، 0 نخلي 0، 1 نخلي الزاوية مالته اللي هي 22.5، نزلناها هنا 22.5. هنا 0 نزلناها 0، 1 نزلناها 5.625، 1 نزلناها 2.8125، 0 نزلناها 0. هسه الانجولار بوزيشن انه نجمع هذه الزوايا اللي طلعناها من خلال الاوتبوت باترن. يعني شلون؟ يعني راح نجمع 180 مع 22.5 مع 5.625 مع 2.825، راح يطلع لنا 210.9375 degree. إذن هذا نوع من الأسئلة ممكن أنه يجينا بالامتحانات، ونوعه بسيط جدا وأيضا درجته مضمونة. النوع الثالث من الاوتوميشن سيستم هو الاكتويتر. يعني هسه احنا شفنا السنسر وشفنا الاكتويتر. الاكتويتر هو يحول الاشاره الناتجه من الاناليزر الى فعل بالبروسيس مالتنا. هذا هو الاكتويتر. عندنا عده انواع من الاكتويتر. النوع الاول اللي هو سايلندريكال او سايلندر اكتويتر. اي سايلندر اكتويتر توفر لنا فورس معينة على جزء معين من هذه البروسيس، وايضا تنقسم الى قسمين، اما تكون هيدروليك او تكون نيوماتيك. واثنين نعرفهن، شنو الهيدروليك وشنو النيوماتيك.
الهيدروليك اللي هي تشتغل على ضغط الأويل، والنيوماتيك تشتغل على ضغط الهواء. أنواع أخرى من الأكتويتر عندنا السولينويد، وعندنا أيضا الريلي. النوع الرابع من الأوتوميشن سيستم أو المكون الرابع هو الدرايفرز. أحيانا الإشارة اللي تخرج من الأناليزر أو الكوماند، الأمر اللي يخرج من الكمبيوتر إلى البروسيس، يحتاج إلى جزء متحرك يؤدي لنا فعل معين. أنواع عندنا من الدرايفرز مثلا موتورز، الدي سي سيرفو موتور، ستيبر موتور، كاينيماتيك لينكيج، ووركينج بيم، جينيفا. هاي كلها أنواع للدرايفرز ممكن أنه نستخدمها داخل الأوتوميشن سيستم. إذا نشوف هذا المخطط اللي يمثل لنا الأوتوميشن سيستم، عندنا متكون من جزئين اللي هو الأوتوميشن كومبوننتس، والجزء الثاني اللي هو جنرال مانيفاكتشرينج بروسيس. إذا تلاحظون الجزء الأول اللي هو الأوتوميشن كومبوننتس، ممكن أنه يتحسس الأوبريتر المشغل البيس القطعة، وأيضا البروسيس ماشين ماكينات العمليات، يأخذ هاي الإشارات ويحولها إلى إشارات كهربائية يوديها إلى الأناليزر. الأناليزر راح يحلل هذه الإشارات الكهربائية ويحولها إلى إشارات يفهمها الأكتويتر والدرايفر، بحيث الدرايفر والأكتويتر يحولون هذه الإشارات إلى حركة معينة أو فعل معين. لاحظون هنا السهم رايح على الأكتويتر وأيضا على الدرايفر اللي هو يحول أو يحرك جزء معين من البروسيس ماشين. فهذا هو نظام الأوتوميشن سيستم بصورة مبسطة اللي نقدر نفهمها كلها من خلال هذا الرسم. قلنا يتكون من 4 أجزاء اللي هو السنسر، وشفنا أنواعه، والاناليزر وايضا شفنا انواعه، والاكتويتر وشفنا انواعه، وايضا الدرايفر وشفنا انواعه. المواد الداخله بالبروسيس اللي هي الاوبريتر والبيس والبروسيس ماشين. طبعا الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم.